في الحقيقة بعد انتهاء نقول الهدنة الركيكة التي كانت بين التحالف الدولي قيادة الأمريكان والميليشيات الفصائل المسلحة بدورها التابعة إلى الولايات الفقيه وإيران. اليوم نشهد أنه أكو تصاعد كثير ما بين الأحداث بين الطرفين، وهذه كلها يعني شيئا فشيئا تدريجيا سوف تتزايد، ولكن الحرب اليوم أصبحت حرب شبه قائمة، ولكن نعم. بحاجة إلى شرارة، وهذه الشرارة ممكن تنطلق من أي طرف من الأطراف. فبالتالي أنه الموقف الحكومة العراقية اليوم، السيد السوداني نعم في موقف محرج، ولكن في نفس الوقت اليوم هو مطالب أنه إيقاف هذه الضربات على الولايات المتحدة الأمريكية لكي يمضي في العملية السياسية بشكل ناجح. ولكن اليوم إحنا نشوف أكو ضغوطات من قبل الطرفين على رئاسة الوزراء، وهذا نعم. يعني أنه أكو تطور، أكو دعم إيراني مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشكل خطر على العملية السياسية بالكامل. وأمريكا طبعا لا تسكت، لأن أكثر من تصريح من تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، نحن ندافع عن نعم. قواتنا والجنود الأمريكان داخل العراق. غير هذا أنه تعرفون أنه الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات قادمة، ومن أهم يعني الحزب الجمهوري في أمريكا من أهم الأولويات له هو القضاء على أذرع إيران وأضعاف إيران داخل منطقة الشرق الأوسط. فأعتقد أنه هذه الحرب سوف تستمر، ضربات في مناطق هنا ومناطق هناك، ولكن الحرب الحقيقية أعتقد أنه سوف يقوم بها الحزب في حال فوز الحزب الجمهوري نعم. على إيران، يعني هي الضربة الحقيقية. وهذا نسترجع إلى سنة 2003 نفس الأحداث عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير النظام في العراق، و 2003 أيضا كان من أهم إنجازاته هو تغيير النظام. فأعتقد أن يوم نعم. الحزب الجمهوري ماضي نحو الخطوة السابقة منذ 20 عام نعم.